السلام عليكم ورحمة الله. أزفلان، أغلبية الناس اللي تحرق على جال الحقرة، لأن الحقرة تولد الحقرة الحرقة. هذا الشيء اللي معروف عليه في الجزائر. وما بما أن ممارسة الحقرة هي أكثر من كل دول في الجزائر، على هذا نشوفوا أن نسبة الحراقة من الجزائريين أرفع وأعلى نسبة بالنسبة مقارنة بالمغرب وبتونس وبدول الأخرى. كان ناس هاربة من المجاعة، ناس هاربة من البطالة، والجزائريين أغلبيتهم هاربين من الحقرة. بعث لي أخ فيديو حتى وين كان يعني شوية قديم، يعني شهر جويلية، ولكن الحالة إلى حد الآن تتكرر. الفيديو هذا يعني عنده تقريبا من شهر جويلية، ولكن يحكي في حالة الناس تعيش فيها يوميا، يعطينا في حالة حقرة عاشها هو. سيد الصباح يكونفوكيوه لا بوليس، الجدارمية عفوا، كونفوكيوه الجدارمية، العشية يحكموا عليه 3 سنين حبس. وعلاش يحكموا عليه 3 سنين حبس؟ لأنه غنى في عرس. وصحاب العرس خذا وخير 6 شهور ولا عام حبسه، هو يحكي يعطي التفاصيل، واللي غنى ياخذ اكثر منهم. هو شنو لانه يعني هو ما قالش، ولكن يبدو لانه غنى داروا عرس في عهد كورونا، في وقت كورونا كان حاضر التجول وكاين كذا، ولكن تعتبر 3 سنين حبس الى هالدرجه هذه ما سمعوش دير يعني لا. المهم السيد راه يتكلم ويشكي من قضيه حقره اللي ما يطلقها الا ولاد الشعب، بينما واحد خبيث كيما ولد نزار يسرق الدراهم يبيض يهرب يدير واش يزور الورق، هو ومرتو يقول لهم براءه. هذه هي الدوله، هي هكذا الجزائر الجديده. الله يقدر خير بلادنا، الله يبعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم احبابنا لي زامي نتاعنا، قوي ما كنتو، واحد التحية خاصة لكم. باغي نفهم حاجة برك، الدرك الوطني يجي عندي اليوم الصباح يجيب لي استدعاء، وانا نهضر مع الشوفير ونهضر مع الجماعة باه نديرو ديبار تاعنا ونروحو عند الدرك الوطني الجيجل الفرقة الإقليمية ولاد رباح بجيجل إقليم جيجل. اليوم نسمع الحكم، الجزائر كي ولا الدايرة، الجزائر بابة العريس عام ونص، العريس 6 شهور والعجال 6 سنين. شا درت أنا؟ أنا شا درت؟ تعطوني 3 سنين. على كل حال ليكم هذا اللايف، هذا آخر لايف في الجزائر إن شاء الله بربي. نموت في البحر ما نموتش في الحبس. انا سموني بوطي ان شاء الله بربي. عاودوا يديروا لي قضيه واحده اخرى، زيدوني 3 اخرى بصح اللي تقدموه في الجزائر. انا سموني هاد الايامات ان شاء الله بوطي، وسموني اسبانيا واسبانيا فرنسا وفرنسا، حوسوا عليا. انا الان تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، ودير الاعلام تاع الجزائر وخر تاعها، دير ارشو كيما هكا كيف تشوف في علم تاع الجزائر، وهكا علم تاع الجزائر راكم تشوفوا فيه، دايره في داري. انا نموت على الجزائر، بصح كي الجزائر ولات كيما هكا ما بقات قاعده في الجزائر، ما بقات قاعده في الجزائر. نروح نرفد ولادي ومرتي ونركب في بوطي ونخرج من البلاد. اللي البلاد علاه طلعت نغني في راس الجبل؟ شكون اللي ما يعرفش ولاد رابح؟ ولاد رابح نهضر مع جواجلة. ولاد رابح وين جايه؟ جايه في راس الجبل. رئيس البلديه اللي شكا بيا انا، اللي شكا بيا انا، ولاد رابح خاصهم الماء، خاصهم تريسينتي، خاصهم الطريق، خاصهم بزاف انشغال، ما شفتوهمش. شفتو العجال طلع يغني في ولاد رابح،
خضر العجال علاه؟ العجال يغني للقلالين، العجال يغني للمساكين، العجال يعاون. صح ما نخدمش، انا ما نروحش نخدم. الناس اللي راني نعاون فيهم باش يشروا الاكسجين، الناس اللي نعاون فيهم باش يتزوجوا، الناس اللي نعاون فيهم مين نجيب لهم الدراهم انا؟ سموني نولي بقى نجيب الدراهم. صبحت بعثوا لي كونفوكاسيون وحشية حكموا عليا بتروازون. يا نمار يا نمار صاي شنو لا ليميت؟ وهاد اللايف راني دايره تالي دوك نطفي تليفون سيبريمي كلشي. السلام عليكم، والله نعيط لكم ان شاء الله، نعيط لكم من اوروبا. معليش نطلع اوروبا، الا مات بكورونا في اوروبا ما تجيبوش ربي للبلاد هذه، البلاد هذه ما تجيبونيش ليها، ما نحتاجش هذه البلاد انايا، بلاد الظلم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. خطر علاه، انا عمري في حياتي ما كنت كنطر بلادي. دائما نقول لهم اودي الله صبروا صبروا، يفرج ربي، يجيب لنا ربي، يحمها ربي. دائما كلمه يحمها ربي في فمي. اليوم تحكموا عليا 3 سنين، كتر خيركم ما سيدي، الحمد لله.